امبارح مشاهدينا صدرت إدانات واسعة من القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات الدولة، وكمان كان في بيانات إدانة واستنكار من عدد من الدول للهجوم الإرهابي اللي تعرضت لإحدى محطات رفع المياه غرب سيناء. إدانات واسعة من القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات الدولة الدينية والمدنية للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى محطات رفع المياه غربي سيناء، والذي أسفر عن استشهاد ضابط وعشرة مجندين وإصابة خمسة أفراد آخرين من القوات المسلحة الباسلة. كما أصدرت العديد من الدول العربية بيانات تستنكر فيه الحادث الإرهابي. ونعى مجلسي النواب والشيوخ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء. وأكد مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود جهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة. كما أدانت الهيئة الوطنية للإعلام بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي الذي يكشف الوجه القبيح لهذه التنظيمات الإرهابية والتي تتستر تحت عباءة الدين وهي لا تمت للدين الإسلامي بصلة، وتستهدف فقط القتل والتدمير وتعطيل مسيرة التنمية. الأزهر الشريف بدوره أدان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، وأكد الأزهر وقوف المصريين صفاً واحداً مع أبطالنا من جنود وضباط قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة في الحرب ضد هذا الإرهاب الخبيث، مجدداً دعمه للجهود التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، داعياً المولى عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق واكتفاف هذا الإرهاب من جذوره. كما نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهداء الوطن الأبطال أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا وهم يحمون موقعهم ضد هجوم إرهابي غادر في غربي سيناء، وثمنت الكنيسة التضحية الغالية التي قدمها هؤلاء الأبطال. أما تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فأكدت دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية في استمرار أعمالها البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. ونعى حزب التجمع بخالص الحزن والأسى استشهاد ضابط وعشرة جنود من أبناء القوات المسلحة، فيما أكد حزب حماة الوطن على أن مصر ستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفاً واحداً وراء قيادته السياسية الواعية أمام هذا الإرهاب الخسيس والقضاء عليه. ودولياً أدان وفد الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي متمنياً الشفاء للمصابين، واستنكرت وزارة الخارجية السعودية الحادثة وأكدت وقوف المملكة التام مع مصر تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وثمنت دور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية. وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الحادث داعية الله أن يحفظ مصر وأمنها، فيما أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي. وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب. بدورها أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الجبان، مؤكدة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع مصر ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف.